أمام هذا الصرح العظيم بدي أعلن عن خبر عظيم. اليوم بدي أعلن عن بداية عصر جديد بالتداول، عصر بيستدى فيه متداول الخسارة بالأرباح، بيستدى فيه العشوائية بالاحترافية، بيستدى فيه التعقيد بالبساطة، بيستدى فيه الملل أثناء التداول بالمتعة. ببساطة هو عصر البساطة والأرباح. صباح الخير، أعرفكم نفسي، أنا اسمي صديق بيطار، مهندس معلوماتية ورائد أعمال بالسويد، حائز على درجتين ماجستير بالمعلوماتية وبأنظمة المعلومات. الحقيقة بالفترة الأخيرة كان لي تركيز كامل على تعليم التداول بشكل احترافي وتطوير أدوات بتساعد المتداول حيث أنه يقدر يطبق التداول الاحترافي بشكل بسيط. واللي متابعني بيعرف أنه أنا نشرت فيديو، سلسلة من الفيديوهات بتعلم التداول لكل الأشخاص المبتدئين والمتوسطين بشكل احترافي، بحس انك انت تكون عندك اساس متين لتفهم صح كيف تتداول وتعرف تماما كيف استراتيجية رابحة. وشاركت مع الاشخاص استراتيجيتي الخاصة بتداول اسمها استراتيجية SPS، وبرمجنا بالتعاون مع منصة عالمية برمجية او بوت اسمه TPA واللي هو مساعدك الشخصي بالتداول. وهيدا البوت اليوم رح اعلن على اطلاق حل جديد له. من قبل كان بدك تفتح الاعدادات وتعبي كل الاعدادات لتقدر تتداول فيه، بس اليوم صار بس بترسم خط على الشارت، ترفع هيك تعمل رن وبينفذ لك كل استراتيجيتك بشكل اوتوماتيكي وبشكل آلي بدون انت ما تتدخل ولا بأي شيء. وهذا انجاز عظيم لانه بسمح لك تعمل شغلات فظيعة، بسمح لك تحفظ الوقت لإلك، بسمح لك توفر اخطاء البشرية، بسمح لك تدخل بعدد كبير من الصفقات لانه ما بيحجز لك رأسمالك، بسمح لك. حيكون في فيديو تفصيل كيف تستخدم الإدارة، كيف تتعلم كيف تتداول عليها، هأشرحه بشكل تفصيل على التشارت. بس هذا الفيديو بس إعلان عن هذا الإنجاز العظيم، وهو بتمنى للكل إنه يفوتوا يجربوا. الكل معه 7 أيام مجانية، مجرد ما سجل بالمنصة بتلاقوا كل الروابط وكل معلومات تحت هذا الفيديو. بتمنى الكل يفوتوا يجربها لأنه فعلا صار تداول متعة وصرنا بعصر البساطة والأرباح. سعد لي أوقاتكم، سلام.